اليوم احنا عند جودويل. جودويل من اقدم واعرق المؤسسات الغير ربحية في مجال التجارة، واللي بتقوم على مبدأ جمع السلع المنزلية والملابس المستعملة اللي بيتم التخلص منها من الناس الاكثر ثراء في المناطق. بدأ تأسيس المشروع 1915 ميلادي. هذا المشروع بيخدم الفقراء في المنطقة وبيخدم الناس اللي بحاجة هاي مواد المستعملة في هاي المحلات. لأي شخص ممكن يجي يتبرع في أي مواد هو مش بحاجة إلها، بعطوك زي وصل موجود فيه رقم ممكن يخفف عنك في الضريبة. احنا هسه رايحين على باب التبرع. طبعا هذا المحل زي ما حكينا لكم الناس بتيجي بتتبرع فيه بالأغراض اللي مش بحاجتها، فأي غرض مثلا أي شخص مش بحاجته بيجي بتبرع فيه لهذا المكان وبعرضوه بسعر رمزي جوا المحل على أساس أي حدا بيقدر يستفيد منه. خلينا نشوف كيفية التبرع. هاي بننصف على الباب، هلأ بيطلع شخص بيجي ياخد الأغراض. شوفوا يعني أنا الأغراض اللي معي هو الكرسي هذا وشوية ملابس أنا مش بحاجتها في البيت. هاي هاي دون Good, good. You can set it in the bin right there. Right here? Yep. Would you like to see? Yes, please. Okay, thank you. Appreciate it. هسا احنا تبرعنا بإشي بسيط كان لنا في البيت مش بحاجته، كرسي وشوية ملابس لمركز التبرعات في جودويل. فكل الناس اللي عندهم أغراض مش بحاجتها بيقدروا يتبرعوا لهذا المركز، بالإضافة إلى أنه هذا المحل بوظف آلاف من الشباب الأمريكي يومياً، بوظف الناس الغير متعلمين وذوي الاحتياجات الخاصة والطلاب وأي حدا تقطعت فيه السبل وما بيشتغل. عشان هيك جودويل من أفضل المحلات اللي خففت نسبة البطالة في داخل أمريكا. حتى مثلاً للشباب العربي اللي بيجي على أمريكا ولسه ما عنده لغة وما عنده عمل بإمكانه يشتغل في هاي المحلات، بيساعدوه في تقوية لغته بالإضافة إلى عمل حتى لو هو عنده مشكلة في اللغة. فخلينا إحنا هسا معكم ندخل داخل المحل نشوف شو موجود بضاعة داخل المحل وكيف أسعارها وشو الناس بتشتري من داخل هيك محلات. خليكم معنا. طبعا احنا دخلنا على جدول يا اخوان. اول اشي موجود الملابس، في ملابس مستعملة، في ملابس تقريبا جديدة، موجود كثير ملابس هون ممكن الواحد يلبس من هاي المحلات، بالاضافة راح نوريكم الاقسام الثانية، في للالعاب، في للكتب، في للبراويز، بالاضافة للاجهزة الكهربائية وكثير شغلات راح تشوفوها موجودة في هذا الستور. هون إخوان قسم الألعاب الموجودة للأطفال، راح تلاقوا كثير ألعاب لأطفالكم تقريبا سكشن كامل. يعني هاي مثلا من الألعاب اللي عن جد بتحسها فخمة. فنشوف سعرها هون 4.99 دولار، زي هيك لسه ألعاب جديدة بكرتونتها 6.99 دولار. هون في كثير أمور موجودة على الرفوف زي ما أنتم شايفين، منها تحف ومناظر ومرات يعني زي ما بسموها أنتيك. هاي الأمور في ناس بتيجي هون بتدور عليها وبتاخدها وبتبيعها على مواقع التجارة الإلكترونية زي إيباي وأمازون بمبالغ كثير عالية، وهون بتكون مبالغ تقريبا بسيطة جدا. مثلا زي هاي القطعة الخشبية موجود سعرها تقريبا هون 4.99 دولار، يعني ممكن أنا أخذها على موقع إيباي أو أمازون أبيعها تقريباً ب10-20 دولار كقطعة فنية. فكثير ناس معتمدة تجارتهم أصلاً على هاي المحلات. وهون كمان ممكن تلاقوا زي هيك لوحات فنية ممكن تكون قيمة جداً لرسامين معروفين ومش معروفين. كثير ناس في أمريكا بيجوا هذا الترافت ستور بيطلعوا في تحف فنية أو رسمات كثير ممكن تكون غالية وإلها قيمة بس الناس العامة ما بتعرف، هو بكون دارس الموضوع فنيا وبيعرف أنه ممكن يبيعها بآلاف الدولارات. بالإضافة تقريبا للأثاث المستعمل، للسديهات، للمبات الإضاءة. احذروا شو لقينا يا إخوان، لقيت الكرسي اللي تبرعت فيه
لسه ما لحقنا، ما صرنا نص ساعة متبرعين فيه. سعره $14.99 وبإمكان أي حدا يستفيد منه الآن. شوفوا كيف أي شيء بتتبرعوا فيه دايركت بنزل للناس، أثاث، أي شيء بتحتاجوه للمنزل. طبعا هاي ألبومات موسيقية قديمة تشتغل على الأقراص اللي هي للأجهزة القديمة، فحتلاقي كثير شغلات هون نوعا ما أثرية قديمة بجوز الجيل الجديد ما بيعرفها. ممكن الواحد يلاقي كثير شغلات قديمة زي التلفزيونات هاي، أو يلاقي شغلات مثلا كثير حديثة وسعرها كثير رخيص. بعدين هون مع صديق أبو جبرين، طبعاً أبو جبرين كثير بحب الكتب، مثقف، فعم بفقد الكتب لأنه بحكي لي في مرات بكون ناس بحطوا فلوس جوا الكتب، فبيلاقوا فلوس جوا الكتب، فعشان هيك صار مثقف. طبعاً هون مكتبة كثير كبيرة موجودة كمان في المحل، بإمكان أي شخص يستفيد منها للقراءة وتعلم اللغة. طبعاً هون زي ما انتم شايفين يا إخوان قسم المعدات الرياضية، حتلاقي تقريباً كل أمور المعدات الرياضية اللي بتخص الرياضات الأمريكية تحديداً، مضارب التنس، الأثقال، كرات البولينج، كرات السلة، بالإضافة كمان لمعدات رياضة الجولف اللي هي تقريباً رياضة الأغنياء. طبعاً هاي في الأردن بيستخدموها للطوش، بس هون ببيعوها عشان لرياضة البيسبول، عشان تتلقى الكرة، بالإضافة لمجموعة من المضارب هون موجودة أساس تلعب الرياضة اللي بتحبها بأرخص الأسعار. الدب هذا إخوان 50 سنت فقط. في نهاية اليوم عرفناكم على البضائع الموجودة داخل جودويل، إعادة تدوير للبضائع من الناس إلى الناس للفائدة بدل ما ترمى في أماكن ما يستفيدوا منها. بنهاية الفيديو لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، وتابعونا على صفحتي في الانستغرام والفيسبوك، راح أنزل الفيديوهات الأكثر شهرة على صفحتي قريبا، وخلونا نوصل يا أخوان ل50,000 سبسكرايب على صفحتنا على اليوتيوب. انتوا قدها وأنا إن شاء الله بستاهل. شكراً.